القطاع المصرفي في العراق ليس أفضل حالا من بقية القطاعات التي نخرها الفساد والمحسوبيات، إلا أن تبعات الفساد في القطاع المصرفي مدمرة وكارثية على كافة الأصعدة بحسب باحثين اقتصاديين ووكالات خاصة في هذا المجال. العديد من البنوك والمصارف العربية والأجنبية سيطرت على البنوك العراقية الخاصة التي عوقبت من قبل الخزانة الأمريكية، كما منح البنك العراقي المركزي رخصا جديدة لعدة مصارف من خارج العراق، وأصبحت أسهم الشركات في بعض المصارف العراقية تتخطى ما نسبته 72%، وهو أمر مخالف للقانون العراقي الذي حدد أن المستثمر الأجنبي يجب ألا تزيد نسبة امتلاكه عن 49%، لكن رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي هو من كان عراب هذا التجاوز، شرط أن تمول هذه المصارف الميليشيات في العراق إضافة لميليشيا حزب الله اللبناني. تأثير غزو المصارف الأجنبية كارثي بكل المقاييس بحسب ما يقوله خبراء اقتصاديون، أكدوا أن هذه البنوك تقوم بإخراج أرباحها من العراق، ما يؤدي إلى تراجع في إيرادات الدولة، وتستخدم المحاسبة الخلاقة لتخفيض الأرباح لكي تقدم أقل نسبة من الضرائب. على الصعيد النقدي، تخرج هذه المصارف أرباحها من العراق بالدولار، ما يؤدي لنقصه وتراجع قيمة الدينار، فضلا عن قيادة المضاربة في السوق. أما على الصعيد الوظيفي، فإن هذه الشركات والمصارف توظف الأجانب على حساب العراقيين، ما يتسبب بتعميق أزمة البطالة في البلاد. ولعل أخطر تأثير لغزو المصارف العراقية بحسب اقتصاديين هو التأثير الأمني بسبب الدعم المالي المقدم للميليشيات الولائية والمصنفة إرهابياً، والتي عانى ويعاني العراقيون منها الأمرين.